السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين وسيدا للأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا وقرة عيوننا وبهجة أرواحنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، حديثنا اليوم في برنامجكم علامات الساعة عن بعض العلامات الكبرى التي تظهر قبيل قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. وعد منها 3 خسوف: خسف بالمغرب، خسف بالمشرق، خسف بجزيرة العرب. وعد منها نارا تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم أو إلى أرض المحشر. حديثنا اليوم عن هذه الخسوف وعن هذه النار. الخسوف والنار والزلازل والبراكين والدخان، كل هذه أحداث كونية تتعلق بتقلبات كونية فظيعة رهيبة مرعبة تحدث في آخر الزمان، تحدث في نهاية عمر هذه الدنيا. يعني الدنيا كده بتطلع في الروح، يعني زلازل وبراكين ودخان وإلى آخره، كل هذه تحدث، أو هذه الأحداث تحدث كعلامات كبرى من علامات الساعة. يعني خلاص الدنيا بتنقضي، يعني بتطلع في الروح، خلاص مش هيبقى في دنيا، ونحن نقبل بعد ذلك على الآخرة. الخسوف الثلاثة، الخسف الأول في جزيرة العرب، والخسف الثاني في المغرب، والثالث في المشرق، هل حدثت أم لم تحدث بعد؟ هو بالطبع يحدث خسوف كثيرة في هذا العالم على مر الأزمان، إلا أن الخسوف التي تحدث في الأزمان الفائتة والأزمان القادمة ليست هذه الخسوف المعنية بهذه العلامة، هذه خسوف صغيرة، خسوف فرعية، خسوف لا أثر لها. أما هذه الخسوف الثلاثة فإنها يكون لها أثر عظيم، بحيث تعد علامات من علامات الساعة الكبرى. يعني خسف مش هيكون في منطقة صغيرة بالطبع، يعني لكن قد يكون خسفا لقارة من القارات، لدولة من الدول، تغيب غيابا كاملا، في تبتلعها الأرض هكذا، ويسمع بها جميع الناس، فيعلم الناس حين ذلك أن هناك خسف عظيم قد حدث في المكان الفلاني للدولة الفلانية أو في القارة الفلانية، فاختفت في أعماق الأرض أو ابتلعتها الأرض في غمضة عين أو في طرفة عين. هل حدث شيء من ذلك؟ قطعا لم يحدث بعد، ولكنه سيحدث قبيل قيام الساعة. عرفنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على خسف من هذه الخسوف الثلاثة وسببه، فعرفنا أنه سيكون هناك اختلاف عند موت خليفة، وأنه سيخرج المهدي عليه السلام من نسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من آل البيت، خاصة من ذرية سيدنا الحسن ابن علي عليه السلام، وأن اسمه محمد بن عبد الله على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه على اسم أبيه، فيخرج ليملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، ويبايع له بين الركن والمقام. فلما يخرج ويبايع له بين الركن والمقام، يتوجه إليه جيش من الشام إلى الكعبة المشرفة كي يقتله ويهزمه ويخلص الدنيا من هذا المهدي ومن رجاله. فماذا يفعل هذا الجيش؟ قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا كان في بيداء من بيداء بين الشام والحجاز، خسف بالجيش كله، خسف بالجيش كله. إذن هذا هو الخسف الذي يكون في جزيرة العرب، وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى سببه ومتى يحدث. إذن يحدث هذا الخسف بعد خروج المهدي عليه السلام، وقبيل العلامات الكبرى، يعني قبيل ظهور سيدنا المسيح ابن مريم وظهور الدجال وما شابه. إذن هذه هي الخسوف الثلاثة. الخسف الذي يكون في المغرب والمشرق لا نعرف عنه أي شيء ولا متى يحدث، إلا أنه من علامات الساعة الكبرى، فعندما يحدث يعلم الناس أن هذا الخسف من علامات الساعة الكبرى. طيب،
إذن ثلاثة خسوف تحدث قبيل قيام الساعة: خسف بجزيرة العرب، خسف بالمغرب، خسف بالمشرق. هذه هي الخسوف. فما قصة النار التي تخرج من قعر عدن، وما علاقتها بهذه الخسوف الثلاثة؟ هذا ما سنتعرض له بالشرح والتفصيل، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير، ونواصل التفصيل. أهلا بكم. إذن ثلاثة خسوف تكون في نهاية الزمان وقبيل قيام الساعة، وتكون من علاماتها الكبرى. أماكن هذه الخسوف: أولها خسف بجزيرة العرب، ثانيها خسف بالمغرب، ثالثها خسف بالمشرق. أين في المغرب؟ لا نعلم. أين في المشرق؟ لا نعلم. أما الذي في جزيرة العرب فقد تحدثنا عنه أنه يكون في بيداء، في صحراء بين الشام وبين الحجاز. طيب، ما علاقة هذه الخسوف بالنار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر؟ هذه العلامة أي من علامات الساعة الكبرى، ليخرج النار التي تخرج من قعر عدن لتسوق الناس إلى أرض المحشر. الخسوف مرتبطة بالأرض، وقعر عدن مرتبط أيضا بالأرض وبسطح الأرض وبالقشرة الأرضية. وهذه القشرة الأرضية سيحدث فيها تصدعات وتشققات نتيجة لكثرة الزلازل في آخر الزمان، وتحدثنا في حلقة ماضية عن كثرة الزلازل بوصفها علامة صغرى من علامات الساعة. ومعلوم أن العلامات الصغرى مقدمات للعلامات الكبرى، فإذا كثرت الزلازل كثرة ظاهرة ملحوظة أحدثت هذه الزلازل تشققات وتصدعات وخسوفات في بعض أجزاء من الأرض. طيب، الزلازل قالوا هي أيضا مقدمة طبيعية للبراكين، والبركان يخرج من باطن الأرض ويثور على حين غرة أو على حين غفلة، ويلقي بالحمم ويلقي بالنيران. إذن كأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن ترتيب في أحداث كونية تحدث قبيل قيام الساعة يرتبط بعضها ببعض. أحداث عبارة عن كثرة زلازل يتلوها خسوف في المشرق والمغرب وجزيرة العرب، يتلوها ثوران لبعض البراكين في مناطق حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلو كل ذلك خروج الدخان الذي يطبق ما بين السماء والأرض ويعم بين السماء والأرض، فلا يؤذي المؤمن وإنما يشوي الكافر والعياذ بالله، كما جاء في بعض الروايات حتى يكون الكافر كالشيء الحنيذ، يعني الشيء المشوي والعياذ بالله. هذه الأحداث كلها تحدث، فإذا حدثت أعقب ذلك قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عن نار تخرج من قعر عدن، لما يتحدث عن قعر عدن يتحدث عن منطقة منخفضة، وبعض الدراسات العلمية الحديثة تثبت أن قعر عدن هو من أدنى المناطق في الأرض، وأنه منطقة مجوفة كقعر الإناء. وأثبتت الدراسات الجيولوجية أن عدن ما هي إلا فوهة بركان ثار في السابق وألقى بالحمم هنا وهنا وصنع جبالا وتلالا، ثم بعد ذلك برد وأصبحت فوهته مكانا يقيم فيه الناس، وتمركزت فيها هذه المدينة التي هي مدينة عدن. فمدينة عدن ما هي إلا فوهة هذا البركان. وهذا البركان مرتبط ببراكين كثيرة لها نشاط ملحوظ، إلا أنه على مدار سنوات وقرون قد لا يثور، فهو خامد ولا يثور إلا قرب قيام الساعة،
فتخرج منه الحمم والنيران وتسوق الناس إلى أرض المحشر. قال لك البراكين التي نراها الآن في كثير من الدول، خاصة في اليابان، وخاصة في الدول التي فيها نشاط بركاني ملحوظ، ونراها على الشاشات عندما يثور وعندما يصور. قال لك هذه البراكين بالرغم من ضخامتها، خاصة بركان أندونيسيا اللي اسمه أندونيسيا، هذا البركان العظيم الذي ثار وقتل أكثر من 36,000 من البشر، وقالوا إنه كان بمثابة 100 قنبلة هيدروجينية من شدته ومن عظمه ومن خطورته ومن كثرة حممه ونيرانه، وأنه كان يثور هكذا كأنهار النيران والعياذ بالله. هذا البركان المدمر قالوا هو قياسا ببركان عدن إذا ثار كأنه ألعاب نارية، يعني كأنك بتضرب شمروخ بالنار. تخيل هذه البراكين كلها التي تحدث في هذا العالم بالقياس ببركان عدن إذا ثار قرب قيام الساعة كأنها ألعاب نارية، يعني لعب عيال بجانب بركان عدن الذي تمثل عدن فوهة هذا البركان. طيب متى يثور؟ يثور هذا البركان قرب أو قبيل قيام الساعة، فتخرج منه النيران ويلقي بالحمم، فتسوق هذه النيران الناس إلى أرض المحشر. وبتعبير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه النيران تسوق الناس إلى أرض المحشر، تقيل معهم إذا قالوا، وتبيت معهم إذا باتوا. يعني هي مرسلة مخصوص لسياقة الناس إلى أرض المحشر. فيخرج الناس يهربون من هذه النيران، فإذا قالوا يعني استريحوا شوية في الطريق، فإنها تقيل معهم تنتظر. فإذا انتهت فترة قيلولتهم خرجت خلفهم مسرعة، ويخرجون أمامها سراعا يذهبون إلى أرض المحشر. كأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يحدثنا عن هذه الآيات، يحدثنا عن عالم من الغيب ينبغي أن نؤمن به. هذه الآيات لها تفصيلات ولها دلائل ربما نتعرف عليها، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير، ونواصل التفصيل. أهلا بكم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا في هذه العلامات الكبرى عن 3 خسوف يحدد أماكنها في هذا العالم، في جزيرة العرب، في المغرب، في المشرق. ويحدثنا عن نار تخرج من قعر عدن. ويأتي العلم الحديث ليثبت أن قعر عدن وأن مدينة عدن ما هي إلا فوهة بركان عظيم. إذا ثار هذا البركان أصبحت جميع البراكين التي تثور في الكرة الأرضية كلها بجواره أو بالمقارنة به كأنها ألعاب نارية من شدته ومن خطورته ومن عظمته. فيقول صلى الله عليه وسلم إن هذه النار التي تخرج من قعر عدن اللي هي فوهة البركان تسوق الناس إلى أرض المحشر، فيهرب الناس من هذه النيران إلى حيث يحشرهم ربنا عز وجل أو أرض المحشر التي هي في بلاد الشام. ما دلائل هذه الأحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا وكأنه يعاين هذه الآيات، فيحدثنا عنها وعن تفصيلاتها، ثم يأتي العلم الحديث بعد ذلك ليثبت أن هذه الأحاديث لها دلائل ولها آثار أثبتها العلم الحديث، كالبراكين وكثرة الزلازل وكالدخان الذي يترتب على هذه البراكين وما شابه. فيأمرنا ذلك أو يدلنا ذلك على أن نكون متمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن نزداد يقينا على يقيننا وإيمانا على إيماننا، وأن نتمسك بديننا وبكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الثانية
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحدث عن هذه الخسوف العظيمة. والخسف ما هو إلا انهيار أرضي يجعل الأرض تنشق وتبتلع كل ما عليها، وأن هذه الخسوف تحدث في بقاع كبيرة بحيث تكون مؤثرة في هذه الأرض أو في هذه الكرة الأرضية ويسمع بها جميع الناس. ترتبط هذه الخسوف بكثرة المعاصي وبالبعد عن الله عز وجل. فبعض الأحاديث تحدثنا أنه قبيل قيام الساعة سيكون هناك خسف ومسخ وقذف. ويحدثنا صلى الله عليه وسلم عن أصناف من الناس يخسف الله بهم. هؤلاء الأصناف يستحلون الخمر، يعربدون بالليل، يستحلون الزنا، يستحلون كل ما حرم الله عز وجل، يفاخرون بذلك على كل الناس أنهم يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا. فبينما هم في هذه المعصية غارقون، إذا بالله عز وجل يخسف بهم، يخسف بهم هذه البقعة. فكأن المعاصي وشؤم المعاصي يدل أو يجعل الإنسان يصل إلى هذه المرحلة التي يعذبه الله عز وجل بالخسف في هذه الأرض. وهذا يدل الإنسان أو يعلمنا نحن المسلمين إلى أن نلتفت إلى مرضات الله وإلى طاعة الله، وأن نبتعد عن كل ما يغضب الله عز وجل، وأن نعلم أن الله سبحانه قادر على كل شيء، وبيده مقاليد السماوات والأرض، وبيده القبض والبسط، وما نحن إلا كائنات ضعيفة في غاية الضعف لا تذكر في هذا الكون، لا تذكر في هذا الكون، فعلى ما نتكبر؟ وبأي وجه نعصي الله عز وجل؟ وبأي وجه نصر على المعصية؟ وبأي وجه يتكبر بعضنا على بعض ويزهو بعضنا على بعض ويتيه هذا بمنصبه وهذا بماله وهذا بجماله وهذا بكذا وهذا بكذا، حتى إذا جاء أمر ربك وجد الناس كل هذه الأشياء لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا تفيدهم شيئا في الحياة الآخرة، ولا تمنع عنهم عذابا قيد الله عز وجل أن يعذبوا به في الدنيا مع ما ينتظرهم عند الله عز وجل في الآخرة. هذا يحدث لكل من كفر بالله عز وجل. إذن على الإنسان أن يعرف وهو يتدارس ويتذاكر علامات الساعة الكبرى أن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم، هذا القوي الجبار الذي خلق الأرض والسماوات، حتى إذا قدر أن يأتي أمره وينتهي أمر هذا العالم ويحدث فيه كل ما يحدث من هذه الأحداث الكونية الرهيبة من زلازل وبراكين وخسف وقذف ومسخ ودخان يعم الأرض ومسيح دجال ويأجوج ومأجوج إلى كل هذا، يعلمنا أنه رحيم بنا بحيث دلنا عليه وعرفنا عليه وجعلنا من أتباع سيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، الذي حذرنا من كل ذلك ودلنا على كل خير ونفرنا من كل شر. أسأل الله تبارك وتعالى في نهاية حديثنا اليوم أن يقينا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا. اللهم يا ربنا ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، وأقر عيننا برؤية سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واجعلنا من المحشورين في رفقته وتحت لوائه والشاربين بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.